فصيلة من القروش ما زالت على قيد الحياة منذ 80 مليون عام، كما توصف بالأحفورة الحية بسبب عمر الفصيلة على مدى 10 ملايين السنين. فهذا القرش يسبح منذ أن جابت الديناصورات الأرض، وحتى اليوم لا يعرف سبب عدم انقراض هذه الفصيلة وما هو العدد المتبقي منها. سفينة صيد عثرت على سمكة قرش نادرة قبالة أحد سواحل البرتغال، وقد جرى سحبها من عمق أكثر من 2000 متر تحت الماء. يبلغ طول القرش 1.5 متر ويمتلك 300 سناً، حيث تسمح له بحبس الحبار والأسماك الأخرى والانقضاض على الفريسة بشكل مفاجئ. هذا القرش يعيش في مستوى عميق تحت سطح البحر، حيث يشتد الظلام والضغط مع درجة حرارة منخفضة للغاية. وقد رصد تواجدها آخر مرة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أستراليا واليابان.